نستحمل يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا. زمان واحنا رايحين المدرسه كنا لازم اهالينا يصحونا كده على اذاعه الراديو والاذاعه الشرق الاوسط ونسمع صباح الخير يا اللي معانا والاغاني الحلوه ديت اللي بتدينا نشاط وحيويه واحنا رايحين. عايزه اقول لكم ان دلوقتي كمان انا مستمريه على الموضوع دوت جدا مع اولادي، فبحب كده يبقى اليوم يبتدي بالراديو. هكمل لكم قصه الراديو دي بعدين، بس عايزه افرجكم على الحاجات اللي انا اشتريتها للولاد دخول الدراسة. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص خلصنا وهنبدأ بقى الفترة الدراسية والمذاكرة والحاجات. عايزة افرجكم دية الشنطتين دول، انا جبتهم السنة دي، كنت حابها تكون اصغر شوية لان كانت الشنطة بتاعتهم بتاعت السنة اللي فاتت كانت كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، فكنت محتاجة شنطتين اصغر شوية لان كانت كبيرة عليهم قوي، خاصة هم لسه في KG2 كده، فهي كانت كبيرة وكانت بتاخد حاجات كتير قوي، ومهما امليها حسيتها اللي هي تقيلة وكده، فكنت عايزة حاجة خفيفة تكون مريحة عليهم كمان. فجبت لهم الشنطتين دول، واحدة بلو واحدة بيربل، هما طبعا اللي اختاروها، انا مش بختار معاهم حاجة فبسيبهم هما اللي يختاروا، بينزلوا مع بعض وبيختاروا اللي هما عايزينه. عايزة اقول لكم ان انا دخلت مكتبة كبيرة جدا في اسكندرية هنا في المنشية. طبعا اكيد كل الاسكندرانية عارفين المنشية والزنقة والحاجات اللي بنشتري منها كل حاجة. دخلنا بقى، عايزة اقول لكم جبت كل حاجة من هناك. برضو جبت اللانش بوكس ده بقى اللي هيتحط جوه الشنطة، جبت واحد كبير وواحد صغنن، يعني نغير فيهم لو حاجة، بحب يكون عندي نوعين من الحاجة علشان خاطر اعرف لو حاجة مش جاهزة ان انا اديها لهم او حاجة، فيكون في حاجة استبني كده معايا. ده الكبير دوت كده في دورين، حلو برضو اكيد كلنا بنجيبه لأولادنا. هما طبعا لو انتم ملاحظين ان كل حاجة عندهم بينك، هما البنات كلها بتحب اللون البينك، بس هما بقى ايه، كل حاجة عايزينها بينك كده، او ممكن احمر برضو شوية. فاوريكم بقى شوية الحاجات، برضو الازايز برضو اختاروها بينك، جبت لهم برضو واحدة صغيرة. هم عندهم كل حاجة دي، عندهم ازايز تانية كتير، بس انا برضو لازم على طول الدراسة كده لازم يبقى معهم حاجات جديدة. انتوا عارفين البنات والولاد بيبصوا لبعض وبيحبوا يبقوا معهم حاجات جديدة، ولازم يفرحوا ونفرحوهم، فربنا يقوينا عليهم يا رب. ده السكيكر بتاع الكراسات، انا لسه ما جبتش كراسات، بس مستنية المدرسة تطلب هي عايزة ايه او كده، فأجلت موضوع الكراسات شوية. دول مقلمة جديدة حلوة برضو، نحة عجبني قوي، عايزة اقول لكم دفعت فيها دم قلبي، ويعني انا كل اللي فيها اشكال حلوة وفيها كالكوليتور وحاجات كده، هم طبعا مش فاهمين يستخدموا على الكالكوليتور خالص، مش عارفين يستخدموها، بس اهي شكلي في قلت هينفعها بعد كده. وفيها برية وفيها جومة من جوه، احلى حاجة اللي هي عشان الحاجة بتاعتها ما تقعش يعني، فهي الحاجة منها فيها يعني فيها البرية وفيها الجومة جوه المقلمة ذات نفسها. طبعا هم كان عندهم مقالم تانية، بس انا طبعا زي ما بقول لكم اللي احنا لازم نجيب لولادنا حاجات جديدة يخشوا بيها، علشان ما يبقاش يبصوا لزميلتهم يبصوا لحد وكده. ودي طبعا الالوان، لازم الالوان ديت، لان KG2 عبارة كلها عن انواع الوان ورسم وشخبطه كده وحاجات على الحيطه كده، ف تخليهم يتبسطوا. طبعا ده مقص صغنون كده، جبت لهم كمان علبه قلم رصاص، ده مقص صغنون كده القص واللزق والورق والحاجات كده. عايزه اقول لكم من المكتبه كان فيها كل حاجه، بقيت محتاره اجيب ايه ولا ايه. ده الصلصال طبعا بيبوظوا لي بيه الدنيا عندي في البيت، بيقعدوا بيلزق على الارض وبيلزق في الترابيزات. دي الوان برضو خشب، انا بحب الالوان الخشب، عامل فلوماستر بتبوظ الدنيا. طبعا دول السك بتاعتهم،
البلاك دي احسن نوع تقريبا، يعني في منها الوان بس البلاك بيقولوا احسن نوع. طبعا الوايبس دوت لازم يكون معاهم في شنطتهم برضو، يوقعوا حاجة وقعت على هدومهم او حاجة فممكن ايه يمسحوا بيها، فبحب دايما اديلهم كده باكيت وايبس دوت. انا جبت نوعين من النوت بوك ديت، عايزه اقول لكم بستخدمها دايما، دي انا جبتها ليا دايما بحب استخدمها اكتب فيها مواعيد الدروس بتاعه الاولاد، مواعيد اي حاجه عايزه اكتبها، حاجات طلبات بيت اي حاجه. جبت النوع دوت كده بالقلم بتاعته، وجبت نوع تاني برضو في كده عرض، انتوا عارفين طبعا كل البنات وكلنا بنحب العروض دي، كان عليها عرض كده كانوا 5 مع بعض، كانت مش عارفه بسعر حلو قوي فلفتت نظري فجبتها على طول. نكمل مع بعض، دول برضو قلم كده بشكل قلم رصاص بشكل بقى ميني وكيتي والحاجات اللي هي الالوان دي اللي ملهاش اي لازمة وبارقام وباسعار خيالية، فبس الولاد بيبقوا عايزينها وبيشبطوا فيها يعني لما بيشوفوها، فحبيت افرحهم وخلاص. لسه في كيسة تانية نخش دلوقتي عليها ونشوف جواها ايه. اوعوا تزهقوا من الفيديو، الفيديو طويل شويه وانا بس حبيت كده عشان بدايه الدراسه، وكل سنه كده وكلنا طيبين كده ونتحمس كده ونستعد للتعب. دي طبعا ملهاش اي علاقه بالادوات المكتبيه، يعني دي ولاعه انا لقيتها بصراحه عجبتني، ولاعه بوتاجاز بحب استخدمها فكانت ناقصاني، فاول ما شفتها خطفتها على طول. ف ملهاش اي علاقه بالحاجات اللي انا جايباها، بس دي بتاعتي يعني لازم اجيب حاجة لنفسي لازم يعني. عايزة اقول لكم بقى اللي انا كنت بكلمكم عليه، الراديو. الراديو مهم جدا للنشاط الصبح وللطاقة، وكمان عايزة اقول لكم الساعة 7 الصبح ولعوا الراديو كده وانتوا رايحين بالولاد المدرسة، ولعوا كده سواء في الموبايل او ممكن تجيبوا راديو او تشغلوه على التلفزيون، بيبقى فيه راديو في التلفزيون كده، عايزة اقول لكم بيدي طاقة كده وبيقولوا كلام حلو ومشجع عشان تكملوا اليوم، فبجد انا ما بستغناش عنه ابدا ودايما معايا في المطبخ او انا بصحيهم علشان يروحوا المدرسة. بجد حلو قوي، هيفرق معاكم، جربوه بجد. اكيد كلنا اصلا جربناه واحنا صغيرين، كانوا مامتنا دايما تشغله لنا الصبح. دي جبتها لكريم جوزي، جبتها له كان محتاجها وكده، دي انتوا عارفينها اللي هي بتاعت يعني اللي بيحلقوا بيها دقنهم، دي جبتها له هديه برضو، قلت لازم ارى يعني افرحه باي حاجه من اللي جايباها علشان اكيد يعني ايه انا خدت منه مبلغ عشان يجيبوا الحاجات دي. يعني بصوا حاجات بسيطه بس عايزه اقول لكم ده يعني ده اللي هو الدوسيهات كده عشان اسمها ايه نحفظ فيها الورق او ننظم فيها الاوراق بتاعتنا بتاعت الولاد، برضو مهمه جدا وباسعار يعني بسيطه جدا بس ننظم بيها الدنيا وننظم بيها المكتب بتاعهم او الدولاب بتاعهم. دي سبوره كده برضو لكيجي كده اطفالي يتعلموا عليها، جبتها لهم عشان اعلم عليهم اعلمهم الكتابه والكلمات والليتر وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها. دي هي سبوره لذيذه كده بالستيك بتاعها وبالقلم بتاعها، عجبتني برضو فحبيت اجيبها لهم. وبس كده هي دي الحاجات اللي انا جبتها. وطبعا في بقى الهدوم بتاعتهم برضو جبتها لهم جديده، السكيرت بتاعتهم، وجبت لهم التي شيرت بتاعهم بتاع المدرسه، ولسه بقى فاضل لي الكراسات بس كده واكون خلصت كل الحاجات بتاعت المدرسه. يا حبيبي تعودت علي
وانتوا طيبين. العام الدراسي الجديد بدأ، وعايزين نهتم بأولادنا وبمذاكرتهم علشان نطلع جيل جديد شاطر ومتفوق. أشوفكم بألف خير، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.